بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعود الغامدي، عضو أرشدني باتش 19. بإذن الله اليوم راح نستكمل شرح الملف الثاني لبلوك 1 من مادة الكيمستري. في هذا الملف راح نشرح إيش هي الذرة، إيش تتكون منه، إيش هم أو إيش مصطلح الأوربيتلز وإيش معناه، ايش بقصد فيه البرنسبل انرجي ليفل وتقسيماته، ومن تحته اللي هم المستويات الثانويه يسمونهم سب ليفلز او سب شيلز. وبرضه راح نتكلم عن الالكترونيك كونفيجريشن. طبعا المقطع المحاضره هذه الملف هذا راح يكون بارت 1 وبارت 2 لان الملف شوي طويل، فافضل يكون قسمين. إن شاء الله القسم الثاني راح نتكلم عن الإلكترونيك كونفيجريشن وكيف نوزع وإلى آخره، بس في البارت 1 راح نعطي مقدمة بسيطة عن هذا التوزيع. طيب بسم الله. الذرة خلاص هي وحدة أساسية للعنصر، تمام، وهي أصغر وحدة في العنصر، وهي برضو اللي ترجع الخواص الكيميائية للعنصر. بالمحاضرة الأولى قلنا إن المركب إذا قسمناه ورجعناه للعناصر اللي هو تكون منها، كل عنصر راح يسترجع خواصه الكيميائية اللي هي تمثله بشكل مميز عن بقية العناصر. فاللي رجع هذه الخواص هي الذرة نفسها، الأتوم، تمام. طيب الأتوم أو الذرة تتكون من ثلاث أشياء، تمام. تتكون من البروتونز، تتكون من النيوترونز، الالكترونز، بروتونات، نيوترونات، الكترونات، تمام. بعض الاشياء مهمه اللي لازم اعرفها، ان البروتونز شحنتها موجبه، ان الالكترونات او الالكترونز شحنتها سالبه، ان النيوترونات او النيوترونز شحنتها محايده، او تقول موجب وسالب يعني محايده يعني ما لها شحنه، تمام. الشيء الثاني اللي أحتاج أعرفه، أحتاج أعرف إن البروتونات أو البروتينز عندهم fixed number، خلاص عندهم عدد ثابت، عددهم إيش؟ عددهم ثابت، تمام. هل هذا الشيء ينطبق برضو على الإلكترونز والنيوترونز؟ لا، النيوترونز ما عندهم عدد ثابت والإلكترونات ما عندهم عدد ثابت. طب ليش البروتونات أو البروتينز هذه عددها ثابت؟ ليه؟ لأنها إيش تكون أو إيش ترمز لي أو إيش عددها يبين لي، يبين لي أو يعطيني النوع حق الذرة، إيش نوعها، تمام. فعددها ثابت دائما لأنها ترمز للعنصر، مثلا 20 هو العنصر الفلاني، واحد هو مثلا الهيدروجين، زي كذا عددها ثابت ما يتغير. النيوترونز يتغير خلاص، ممكن يزيد ممكن ينقص، لا يزيد غالبا، واذا تغير عن العدد الطبيعي نفسه راح يعطيني نظائر او يسمونهم ايزوتوبس، خلاص نظائر للعنصر نفسه، عندنا نظير واحد واثنين والى اخره. برضو النيوترونز تعطيني او بعددها ترمز لي للماس أو الكتلة، كتلة العنصر، تمام. أما الإلكترونز إيش ترمز لي؟ ترمز لي شحنة العنصر. إذا كان الإلكترونات عددها أكبر من البروتونات، بمعنى أن السالب أكثر من الموجب، فشحنة العنصر نفسه راح تكون سالبة، والعكس راح تكون موجبة. طيب في تفاصيل أبغى أفصل فيها في النقاط هذه، ولكن راح أفصل فيها في السلايد الثانية. أهم شيء نعرف مرة ثانية أن البروتون شحنته موجبة، الإلكترون شحنته سالبة، النيوترون ما له شحنة أو شحنة محايدة، تمام. البروتونات لها شحنة أو لها عدد ثابت ما يتغير، النيوترونات ممكن تتغير، إذا تغيرت تتكون لي نظائر. الإلكترونز إذا تغيرت ممكن تصير زيادة، خلاص يكتسب العنصر إلكترونات زيادة أو ينقص
عن العدد نفسه، تمام؟ نقصانها وزيادتها راح يكون لي شحنة معينة راح ناخذها بعد شوي إن شاء الله. البروتون عدده يرمز لي لنوع العنصر خلاص، ونيوترونز عددها ترمز لي للكتلة حقت العنصر، الإلكترونات عددها يرمز لي أو يعطيني اللي هو شحنة العنصر، تمام. النيوكلوس اللي هو النواة إيش هي؟ هي منطقة صغيرة كثافتها عالية، شحنتها موجبة، شحنتها موجبة، تمام، شحنة النواة موجبة، تمام. وينها موجودة؟ موجودة في مركز الذرة. إيش تحتوي عليه النواة؟ تحتوي على بروتونز ونيوترونز. البروتونز موجب والنيوترونز ما له شحنة زي ما هو موجود هنا، تمام. طيب فالنواة داخلها البروتونز والنيوترونز. طيب الإلكترونز ما تكلمنا عنها، اللي تكلمنا عنها، هل هي داخل النواة؟ لا، مو بداخل النواة. وين هذه النواة؟ النواة داخلها البروتونات والنيوترونات خلاص. وين الإلكترونز؟ الإلكترونز راح تكون زي كذا حول النواة، تكون لك زي السحابة أو السحابة الإلكترونية خلاص، سحابة من الإلكترونات تحوم بشكل مداري حول النواة، تمام. فيقول لك ان الالكترونات الالكترونز نيجاتيفلي تشارج بارتيكلز لوكيتد اوتسايد، بالخارج، خارج الخليه حقت الذره، تمام، جميل. طيب احنا عرفنا ان الالكترونات او الالكترونز شحنتها سالبه والنواه شحنتها موجبه، فصير في بينهم تجاذب فيبقون يدورون حول النواه او يدورون هدفا للبقاء حول النواه، تمام. طيب هنا يقولك بروتونز and electrons، هنا تعرف انهم بيعطيك علاقة بينهم خلاص. يقول عندهم شحنات متساوية في الكمية ولكن مختلفة في الإشارة، زي ما عرفنا ان البروتونز موجبة والإلكترونز سالبة. يقول لك عددهم ثابت، غير كذا حالات يعني نميزها عن بعض خلاص، حالة الإلكترونات الزايدة ولا حالة الإلكترونات الناقصة. فإذا كان عدد الإلكترونات نفس البروتونات فالذرة نيوترو أو ما لها أو طبيعية، أو يقال عنها ما لها شحنة، ما لها شحنة كهربائية، ما لها شحنة كهربائية، يعني إن البروتونات نفس عدد الإلكترونات، عندها نفس عدد البروتونز والإلكترونز، جميل؟ جميل. طيب زي ما قلنا البروتون موجب، النيوترون ما له شحنة، الإلكترون سالب الشحنة. لو تلاحظون قد إيش حجم الإلكترون صغير مقارنة بالنيوترون والبروتون، تمام. شيء مهم هنا بهذا السلايد معطيني الماس خلاص، والماس إيش حاطة بوحدة الكيلوغرام، بحاطة بالمليغرام ولا حاطة بالجرام بالكيلوغرام، خلاص هذا شيء ننتبه له، تمام. الشحنات عارفينها، البروتون نيوترون الإلكترون. الكتلة الماس حق البروتون 1.673 ضرب 10 والسالب 6 السالب 27، نفس الكلام نفس العدد ونفس الأس عند النيوترون، اللهم هنا 75 بدال 73 هنا. الثابت هذا حق الماس يحفظ، يحفظ، تمام، إذا ما أعطاكم إياه كمعطى، إن شاء الله يعطونكم إياه كمعطى، ولكن احفظوه احتياطا. 73 للبروتون و75 للنيوترون، أسهم 27. الإلكترون 9.109 ضرب 10 والسالب 31، والسالب 31 ايش معناته؟ معناته عدده أو حجمه أصغر بكثير من حجم البروتون والنيوترون تبعا أو كفرون هذا الشيء من نفس الأس، تمام؟ جميل. زي ما قلنا قبل أن هذه النواة جوات البروتون والنيوترون وحولهم الإلكترون يحوم حول النواة، تمام؟ هو سالب، النواة موجبة، فالهدف عنده إنه يحوم حولها بطاقة الجذب، تمام. طيب إيش مهم في السلايد هذا؟ أعرف طبعا الاسم أكيد عارفينه، إيش نعرف من الاسم هذا؟ نعرف الشحنات، نعرف الكتل زي ما أخذناها في السلايد اللي قبل. هذا المهم هنا، هنا ما أقصد
خلاص بأن الماس هنا طبعا بالمول تمام. ما أقصد أنه مو مهم، ولكن الأهم أني أعرف الإشارة وأعرف الماس بالكيلوغرام. هذا أهم شيء بالسلايد اللي جدا أنت ملزم أنك تعرفه. خلاص المول إذا حطه في البال اعرف الأرقام هذه، ولكن الأهم هنا تمام. بس لا تسكبون، لا تسوون سكب لها. طيب symbolic representation of an element، خلاص كيف نعرف العنصر بشكل رمزي؟ في هنا تعريف رمزي للعنصر تمام. الإكس هذا يعبر عن العنصر نفسه، الأي يعبر عن رقم راح نعرف إيش هو، والزد يعبر عن رقم راح نعرف إيش هو برضو. طيب أي اللي هو العدد اللي فوق، يهمك العدد اللي فوق اللي تحت، لازم تعرف إن العدد اللي فوق هو كذا والعدد اللي تحت هو كذا. فخلنا نقول أي بالأصفر تمام. إيش هو؟ عبارة عن الماس نمبر، عدد الكتلة تمام. كيف نجيب، أو هل هو يعبر عن نيوترون ولا بروتون الحالة؟ لا، هو عبارة عن البروتونز زائد النيوترونز، جمعهم يعطيني الماس نمبر هذه. طيب الاتوميك نمبر، احنا نعرف ان العدد الذري عدد ثابت يرمز لي، يرمز ويميز العنصر عن باقي العناصر، فهو عدد ثابت ما يتغير. ايش العدد الثابت اللي اخذناه بالسلايدات الماضية؟ البروتون تمام. فالاتوميك نمبر اللي هو موجود تحت هو البروتون تمام. طيب هل العنصر عليه إشارة؟ لا، ما عليه إشارة، يعني نيوترو أتوم، طبيعي، ما له شحنة. إيش معناته؟ معناته عدد البروتون هذا برضو يساوي عدد الإلكترون تمام، لأن ما في لا موجب ولا سالب، ما راح نعرف هل صار فيه زيادة ولا نقصان. جميل جميل. أسوي زي كذا بس عشان أميز تمام. زي ما قلنا هنا اللي فوق الماس نمبر عبارة عن البروتون زائد النيوترون، وتحت الرقم اللي تحت عبارة عن الأتوميك نمبر، أطلع منه البروتون وأطلع منه بنفس الوقت نفس العدد اللي هو الإلكترون. لا ننسى الإشارة، بروتون موجب والإلكترون سالب. طيب هذا هو التاريخ مفهوم بالتفسير حقه، نفس كذا نفس الشيء شرحته أنا كامل هنا. طيب نقطة هذه يقول لك إذا نبغى النيوترونز، طب هل هي في قيمة هنا لحالها تعبر عن نيوترون لحالة؟ لا، عندنا هنا البروتون، عندنا هنا البروتون مع النيوترون. إيش أقدر أسوي هنا؟ طيب أقدر أسوي حاجة معينة، نقول إن النمبر الماس نمبر 40 اللي هو مجموع النيوترون مع البروتون. طيب نقول هنا أن 13 مثلا، فأنقص 13. ليش؟ هنا بروتون ونيوترون مجموعهم، هنا بس البروتون، فأنقص المجموع هذا، أنقص منه 13 عشان أشيل قيمة البروتون منه تمام. أقول له يساوي راح يكون 27. إيش 27 هذه؟ هو نيوترون. جميل كذا واضح تمام. هنا في زي السؤال بسيط يقول لي calculate the number of protons, neutrons, electrons in each of the following. أوكي. هنا هذا العنصر، هذا العنصر هنا تحت. طيب هذا العنصر أول شيء، العنصر هذا موجب ولا سالب؟ لا، بمعنى أنه نيوترو أتوم. جميل. القيمة اللي فوق تعبر لي عن البروتون مع النيوترون، إيش هي؟ هي الماس نمبر. اللي تحت 5، إيش تعطيني؟ تعطيني بروتون. طيب البروتون يساوي 5 بالموجب، بس البروتون ولا شيء ثاني. الإلكترون زي ما قلنا
الإشارة هنا ما في إشارة بمعنى طبيعي نيوترال، خلاص الإلكترون يساوي بروتون، الإلكترون خلاص خمسة موجب. موجب لا سالب، قلنا الإلكترون إنه سالب. جميل. طيب هنا الماس نمبر ناخذ 11، نبي نيوترون حنا ناخذ 11 نقص منها الخمسة كم راح يعطيني؟ راح يعطيني ستة. ستة إيش؟ موجب ولا سالب؟ موجب وسالب أو ما لها شحنة، هذه إيش تعبر؟ تعبر عن أو تمثل النيوترون. طيب الحديد Fe هل هو موجب ولا سالب؟ لا نيوترون خلاص. 26 تمثل لي البروتون، تمام تمثل لي البروتون وتمثل لي الإلكترون. 26 بالموجب للبروتون والستة وعشرين بالسالب للإلكترون. هنا 55 هذا هو الماس نمبر، هذا 55 ناقص 26 للبروتون عشان أطلع النيوترون، خلاص طلع لي هنا 29 موجب سالب، هذا هو النيوترون. تمام هذا هو الحل، بسيط بالتكرار راح تتقنون الشغلة هذه بكل بساطة. احفظوا الرقم اللي فوق ايش يعبر عنه، ايش يعرف، ايش يمثل، والرقم اللي تحت ايش يمثل. واذا كانت الذره او العنصر ما له شحنه او ما هو موجب ولا سالب ما له شحنه، خلاص البروتون يساوي الالكترون. تمام. طيب الايزوتوبس زي ما قلنا النظائر، خلاص اذا كان عدد النيوترونز يختلف عن او زاد عن العدد الطبيعي حقه، ايش يقول هنا؟ يقول isotopes اللي هم النظائر، خلاص هم atoms of the same element، خلاص الهيدروجين مثلا هنا نفس الهيدروجين كلهم عبارة عن هيدروجين ولكن عندهم different masses بمعنى different neutrons، خلاص عندهم same number of protons اكيد انهم نفس العنصر، عندهم different numbers of neutrons. فقلنا اذا اختلف عدد النيوترونز معناها تكونت عندي نظائر isotopes. جميل تمام. فهذا هو هيدروجين، هذا هو النظائر حقها. لو لاحظ هنا عدد النظائر عدد النيوترونز اللي هنا صار اكثر من عدد البروتون في هذا النظير او هذا العنصر. تمام هنا العدد متساوي، هنا ما في نيوترون. طيب الايزوتوبس يقول لك الايزوتوبس اوف ذا سيم اليمنت هاف ايدنتيكال كيميكال بروبرتيز، خلاص النظائر كلها خلاص للعنصر واحد عندهم الخصائص الكيميائية زي بعض بالضبط، ولكن يختلفون في إيش؟ في التفاعل النووي أو التفاعل الإشعاعي، خلاص فعاليتهم تختلف لأنهم نظائر، فهذا اللي يختلف فيهم. عندهم نفس الخصائص الكيميائية ولكن يختلفون في الرياكتيفيتي، نيوكلير رياكتيفيتي فعالية النووية عندهم وفعالية إشعاعية. أول فعالية بشكل عام رياكتيفيتي تختلف عندهم. تمام. طيب إذا كان عندي أكثر من نظير، خلاص كلهم كل واحد عنده ماس أو كتلة مختلفة، هم نظائر نظائر نظائر، في النهاية إذا خذيت الماسز أو الكتل حقتهم كلهم راح أطلع الأفريج حقهم اللي هو الكتلة حقت العنصر الرئيسي اللي ما هو نظير، العنصر الرئيسي. تمام. ف هنا في سؤال يقول لك كلورين كونسيست اوف كلورين 35 اند كلورين 37 ان اي 3:1 ريشيو، خلاص بنسبه 3:1. تمام فاخذ الثلاثة هنا، تمام اجيبها على هذا، خلينا نقول انها من 4. تمام ف 3 على 4 وهنا 1 على 4. خلاص أخذ 35 بقانون عشان أطلع الأفريج، أفريج يساوي M1B1 زاد M2 ضرب B2. M2 أو الM نفسها
ترمز لي للماس أو الرقم هذا اللي هنا. ال P ترمز لي للبرسنت برسنتج النسبة. كيف أعرف النسبة؟ هنا 3/4 3/4 تكو إيش تقصد لي؟ تساوي 75%. هنا إيش تكون لي؟ 1/4 25%. لازم النسب خلاص في النهاية تعطيني 100% مجموعهم. تمام؟ جميل. خلاص M1 هي 35 ضرب 3/4 زائد 37 ضرب 1/4 إيش يساوي؟ بالتقريب 35.5. طيب هذا هو الأفريج. طيب نقول تمام إن عطاني الأفريج الحالة. خلاص نقول خلني أعطيكم مثال الحال هنا. تمام نقول هنا 24 26 27. هذول نظائر. تمام سوينا الحساب لهم عندهم عطانا نسب إلى آخره. في النهاية عطاني الأفريج. لا ما نقول إن حسبنا. خلوا عطوني النظائر هذه وعطوني قالوا إن الأفريج حقهم طلع 24.4. What is the most abundant isotopes؟ إيش أقصد فيه؟ إيش أكثر نظير عنده نسبة مثلاً؟ تمام؟ كيف أعرف؟ خلاص أعرف بأن هذا هو الأفريج. إيش أقرب رقم من اللي هنا؟ قريب للأفريج هذا. خلاص 24. خلاص أنا أعرف هنا أن الأكثر واحد عنده نسبة 24. طيب إيش رأيكم الحين؟ نجي نطبق الكلام هذا في المثال حقنا اللي تحت. نقول مثلا بدون ما سوينا الحساب هذا أعطاني 35 و37 وقال لي أن الأفريج حقهم 35.5. بيقول لك What is the most abundant isotope؟ بقول لك إيش 35. ليش؟ اللي هو هنا. ليه؟ لأنه هو الأقرب من 37 للأفريج نفسه. طيب في الحساب حقنا هل طلع الكلام هذا صح؟ إيه طلع صح. شوفوا نسبة الخمسة وثلاثين نسبتها 75% مقارنة للسبعة وثلاثين نسبتها 25. تمام؟ إذا ما فهمتوا ارجعوا لين بداية السلايد هذا واسمعوا الشرح أكثر من مرة لين تفهموا. إن شاء الله إن الشرح واضح بإذن الله. طيب هنا مثال آخر. تمام يبغى الأفريج. خلاص نطبق القانون حقنا. خلاص الأفريج يساوي M1 B1 زائد M2 B2 بالضرب هنا زائد M3 B3. خلاص هذه جابوها هنا وهذه جابوها هنا وهذه هنا. ايش طلع؟ طلع هذا الأفريج حقهم. خلاص عندي هنا 22 21 20. الأفريج 20.2. إيش تتوقعون أكثر واحد عنده نسبة؟ قلنا أكثر واحد اللي هو أقرب واحد نسبة للأفريج. إيش هو 22؟ لا 21؟ لا أجل 20 هو الأقرب لـ20.2. نتأكد نطلع فوق نشوف النسب أو هنا شوف النسب هذه 90% هنا 0. إلى آخره هذا 9.25. أكد لنا النسبة صحيحة وهي أكثر نسبة وأكد لنا كلامنا اللي فوق شرحنا. جميل. طيب الحين نجي للموضوع الآخر اللي هو the periodic table اللي هو الجدول الدوري زي ما إحنا أخذناه كثير قبل. يقول ديمتري مندليف and لوثر مير independently developed the precursor to our modern periodic table. إيش تبغى تفهم من الكلام هذا كله؟ إنهم العالمين هذولا هذا وهذا هم اللي طوروا الجدول الدوري الحديث. بس هذا اللي لازم تفهم إن هذا وهذا مو بصعب إنك تحفظ اسمه. أحفظ أساميهم كذا ما أتوقع إنه مهمة ولكن
احفظوها احتياطا واسألوا الدكتور إذا هي هل هي مهمة جدا أو لا، بس أنا ما أذكر أنها قال مهمة، زيها زي العلماء في التمبريتشر اللي أخذناهم بالمحاضرة الماضية. يقولون أنهم لاحظوا أن وأنت قاعد ترتب العناصر تبعا لعدد الكتلة حقهم أو الكتلة الذرية، راح تجد أنهم بترتيبك لهم راح يجي ترتيب منظم ممتاز تبعا لخواصهم، مو ترتيب عشوائي بالاسم ولا بالرقم ولا مين سواه ولا مين، لا صدق يطلع بخواصهم وتقسيمه جدا ممتازة راح نشوفها وراح اشرحها هنا. تمام، يقول لك periodic law: the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers. بالatomic number حق الelement راح تعرف هو في اي group في اي class خلاص كيف periodic functions، يعني هل هو الوظيفة حقته هنا اللي راح تميزه عن البقية ايش، الخواص الكيميائية والفيزيائية ايش. اذا كان هنا في الجزء هذا راح يكون عبارة عن ايش metals في المين جروب خلاص، اذا هنا راح يكون برضو metal بالترانزيشن. تمام، اذا كان هنا راح يكون non metal، اذا كان هنا راح يكون ايش، راح يكون اللي هو نوبل غازز اللي هو الغازات النبيلة، قسمناهم بطريقة ممتازة بالعدد الذري اعرف هم وين واعرف اذا هم ايش الخواص حقتهم. اذا هم بالغازات النبيلة فهم عندهم خواص الغازات النبيلة. جميل، طيب في الجدول الدوري عندنا البيريد وعندنا الجروب، ايش يقصد بيهم؟ البيريد a horizontal row okay of elements they contain 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 elements. طيب ايش بشرح الكلام هذا، البيريد اللي هو دور كامل او دوره كامله بالصف بشكل افقي، يقول لك 2 8 8 الى اخر الكلام هذا انا بشرحه الحين. نجي بالصف، الصف الاول ايش فيه؟ في عنصر عنصرين هنا وهنا، الدور الثاني عنده عنصرين هنا وعنده ستة هنا، هذول ثمانية. الدور الثالث عنصرين هنا وستة هنا، ثمانية. هنا نفس الكلام 18، هنا نفس الكلام 18، هنا 32. بتقولي طيب نفس الصف، انتبه هنا يقول لك ان تحت الجزئية هذه هذا موجود تحتها، فتدبل القيمة اللي هنا هذه طلع لك ان العدد هنا 32 وهنا 32. جميل، تمام، هذا بالنسبه للصفوف. تمام، الجروب واللي بيقول لك يا اسمها جروب ولا اسمها فاميلي او فاميليز او اسمه كولوم، كله بالنهايه يقصد العمود خلاص، يقصد العمود هذا، العمود الاول الثاني الثالث الرابع الخامس الى اخره الى اخره. تمام، بعد شوي بقول لكم وش يقصد إذا قالك جروب إيش تقول والعمود إيش تقول، مو مرة مهم تعرف إيش الفرق، بس بالنهاية تعرف إن المقصد هذا يقصد لك العمود، period يقصد لك الصف. يقول لك elements in a particular group or family، إيش معناها مصطلح نفسه، فقال لك كذا ولا كذا، share many similarities as in a human family. معناها من النقطة هذه النقطة المهمة، يقول لك share many similarities يعني العناصر اللي موجودة بالصف هذا عندهم يشاركون صفات مرة متشابهة كثير، وهذولا نفس الكلام مع بعض، وهذولا نفس الكلام مع بعض، وهذولا نفس الكلام إلى آخره. تمام، فيشاركون كثير من أشياء متشابهة، عشان كذا سموهم family، وأعطاك مثال human family إنهم يشبهون بعض أشياء كثيرة اللي هو العائلة البشرية. تمام، الكاتيجوري كلاسيفيكيشن اوف اليمنتس راح يتم نصنف العناصر اللي موجوده بالجدول الدوري، راح يكون مقسمين لميتلز نون ميتلز ميتالويدز اللي هو فلز غير فلز ولا اشباه فلزات او معادن الى اخره. طيب حبه حبه، اوكي، الميتلز هم عناصر ايش خسروا الكترونات،
خلال إيش؟ تفاعل كيميائي. خسرانهم للإلكترون إيش كون لهم؟ كون لهم positive ion. كون لهم positive. أوكي. كون لهم positive ion. أعطاهم شحنة موجبة. ها. طب هم نقص. ليش شحنة موجبة؟ أنا بقول لك الحين. خلنا نكمل بس على النون ميتلز. نفس الكلام. هم عناصر اكتسبوا إلكترون. وباكتسابهم الإلكترون خلال التفاعل الكيميائي كون لهم أو ننتج لهم بجانب العنصر نفسه شحنة سالبة أو أيون سالب. طيب كيف تربطون هذه مع بعض؟ العنصر اللي خسر إلكترون أو العنصر نقولك أي إن كان عنصر X ما ندري إيش هو جنبه موجب واحد موجب واحد اثنين ثلاث أيا كان المهم إنه موجب. العلامة هذه إيش أنا أقدر أعرف منها؟ أعرف إن العنصر هذا بالعلامة الموجبة يقول لي العلامة الموجبة تعني أنا أحتاج إلكترون. أنا خسرت إلكترون بالعلامة الموجبة أعني إني أنا في حاجة إلكترون عطني إلكترون خلاص تمام. إيش معناته علامة موجبة؟ خسر إلكترون أنا في حاجة إلكترون خسر إلكترون ميتلز أدخله في الميتلز على طول تمام. أما إذا كان علامته سالبة إيش أعرف من الكلام هذا؟ علامته سالبة العنصر هذا شفت عليه علامة سالبة إيش يقصد؟ يقصد أني أنا اكتفيت بعلامة سالبة لا تعطيني إلكترون لأني أنا أصلاً قد خذيت إلكترون. علامة سالبة في حالة اكتفاء أنا عندي إلكترون لا تعطيني. علامة سالبة يعني لا تجي أنا عندي إلكترون أنا قد أخذت فخلاص شفت علامة سالبة بمعنى أنه عندها اكتفاء ما يبغى إلكترون لأنه قد أخذ إلكترون أدخل على طول في النون ميتلز تمام. ارجعوا للشرح إذا ما فهمتوا واربطوا هذا الشيء خذوا ربط دائما عندكم سهل لكم كثير بدل الحفظ البحث. لا تحفظون بحفظ بحث دخلوا ربط من عندكم ولا ربط من غيركم يسهل لكم الحفظ والله كثير. طيب الميتالويد اللي هم الأشباه الفلزات إيش وضعهم باختصار؟ هم عندهم خواص بين الميتلز وبين النون ميتلز لأنهم أشباه فلزات. ما هم فلزات حقيقية وما هم لا فلزات هم بينهم أشباه فلزات فعندهم ميتلز ونون ميتلز عندهم خواص الميتلز ونون ميتلز إلى آخر من الكلام هذا. إذا قال لي جروب هنا 1A2 A3 B4 B5 B6 B7 V8 B هذول كلهم 8B يعتبرون إلى آخره. إذا قال لي الكولوم اللي هو العمود 1 2 3 4 5 6 7 إلى آخره تمام بيجي عندنا براكتس بعد شوي نمر عليه إن شاء الله. طيب الميتلز خلاص هم المعادن الفلزات هم عناصر أو عنصر خلاص عنده ذرات. الذرات ايش؟ خسرت الى اخر احنا مرينا عليها قبل شيء ما احتاج اشرحها مره ثانيه. الالمنتس او الميتلز خلاص يشغل حيز عباره عن ثلثين البريودك تيبل. نرجع فوق شفت لونهم ازرق هذول كلهم عباره عن ميتلز يكونون ثلثين البريودك تيبل. طيب ايش الخواص ايش خواص المعادن هنا؟ عندهم توصيل للحراره وتوصيل للكهرباء. توصيلهم للحراره والكهرباء عالي عندهم مرونه عاليه وعندهم ليونه عاليه عندهم بريق زي تشوف معدن في بريق أو عنصر في بريق زي كذا اللي هو مثلك لستر معناه إيش؟ عنده بريق خلاص إيش هو؟ ميتل على طول خلاص. برضو في درجة حرارة الغرفة العنصر هذا راح يكون سوليد راح يكون صلب خلاص. فالفلزات راح تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة تمام. النون ميتلز خلاص كلام هذا قلنا فوق
يشغلون الحيز الأيمن وكميته ثلث البريدكتيبل اللي هم هذول هم هنا هذول من نان ميتلز. تمام، إيش خواصهم؟ بريتل بمعنى هش، العناصر هذه هشة، باودري سوليد كي زي الباودر الصلب اللي فيه ذرات صلبة، أو غازز خلاص بما أنه داخل فيهم النوبل غازز، أو برضو بشكل عام عكس الخواص حقة الميتلز اللي هي فوق، هم عكس الخواص. الخواص الموجودة هنا حقة الميتلز عكسها تعطيك الخواص الموجودة في النان ميتلز، إضافة لهذا الخاصية اللي هو لها شاشة والباودري سوليد أورغازز. طيب هنا سؤال، أوكي، يقول لك أغلب الجداول الدورية يعطونك رمز العنصر والعدد الذري حقه والكتلة الذرية. تمام، يقول لك عرف الجروب، identify the group أو العمود أو الفاميلي والperiod اللي هو الصف of to which each of the following belongs. أوكي، هذا هو السؤال الأول. هذا الثاني، السؤال الأول P، عنصر P، خلنا نطلع فوق نشوف عنصر P. أوكي هذا هو هنا، أوكي هذا عنصر P هنا. تمام، يبغى الجروب أو العمود الكولم، ويبغى الرو. خلاص الجروب 5A، عمود 15، الصف 3. خلاص أنزل تحت أقول لك 5A، عمود 15، الصف الثالث، الإلمنت 31 اللي هو عنصر 31 أيوة هذا هو. إيش هو 31؟ الجروب 3A، الكولم اللي هو العمود 13 والصف الرابع. طيب ننزل 3A 13 صف الرابع. هذا السؤال الأول خلصنا. السؤال الثاني يقول لك element CR، okay chrome CR belongs to which class in the periodic table. انت بو قال لك class، ما قال لك group، ولا قال لك period، ولا قال لك family ولا row ولا column، أيا كان قال لك class. إذا قال لي class إيش يقصد؟ نطلع فوق. الكلاس إذا قال لي يقصد فيه الألكايل ميتلز، الألكاين إيرث ميتلز، الترانزيشن ميتلز، الهالوجينز، النوبل غازز، هذا لهم الكلاس. إذا قال لي كلاس يقصد الخمسة هذه. تمام، ألكايل ميتلز، ألكاين إيرث ميتلز، ترانزيشن ميتلز، هالوجينز، نوبل غازز. طيب السي آر، هذا هو السي آر هنا، هو ضمن أي كلاس؟ Transition Metals. Transition Metals خلاص، خلاص هو في Transition Metals خلاص. تمام، طيب Electron Arrangement and the Periodic Table اللي هو توزيع الإلكترون، برضو راح ندخل بالجدول الدوري فيه عشان نجيب العنصر نفسه. يقول لك الترتيب أو توزيع الإلكترون خلاص هو عامل أساسي. تمام، عشان نفهم كيف الأتومز خلاص يجون مع بعض عشان يكونون لك مركب. تمام، توزيع الإلكترون هو عامل أساسي عشان أفهم كيف الأتوم هذا الأتوم هذا جوا مع بعض يكونون لي مركب. الكترون كونفيجريشن، توزيع الالكترونات او توزيع الالكترون، يصف لي الترتيب حق الالكترونات في الاتومز كيف هم مرتبين على 1 2 3 اس بي دي اف الى اخره، نمر عليه ان شاء الله. طيب الفالينس الكترونز هم الكترونات التكافؤ، او برضه تقول عنهم اوتر موست الكترونز. وين هم موجودين؟ خلاص هذا هو النواة هنا بالنص،
هذه سحبت الالكترون الاول، الثاني، الثالث، الرابع. الرابع هذا اللي على الطرف هم الاوتر موست، هم الاوتر موست اللي على الطرف اخر شيء. خلاص ايش هم داخلين فيه؟ داخلين في الكيميكال بوندينج، الروابط الكيميائيه. تمام تمام. الانرجي ليفلز اند سب ليفلز، خلاص تقول عنها انرجي ليفلز ولا تقول برينسيبل انرجي ليفلز، اللي يريحك. في النهايه هم مقصد واحد. فالانرجي ليفلز هي اكبر شيء، يجي تحتها سب ليفلز، ويجي تحت السب ليفلز الاوربيتلز اللي قلنا لها قلنا عنها قبل. ايش هي الانرجي ليفلز؟ هم اللي هم 1 2 3 4 5 6 7. السب ليفلز هم اس اس بي اس بي دي اس بي دي اف الى اخره. الاحرف هذه هم السب ليفلز، الارقام الاساسيه اللي فوق اللي تشملهم كلهم هم الانرجي ليفلز، اكبر شيء اللي هم يجون كذا في الدائره. هذا انرجي ليفل 1 2 3 4. النص هنا هي النواه. تمام. الاوربيتلز ايش هي الاوربيتلز؟ مثلا اس تحتوي على اوربيتال واحد، صندوق واحد. الصندوق واحد هذا يحتوي على ايش؟ ايش الحد الاقصى حقه من الالكترونات؟ خلاص الكترون واحد، الكترون اثنين. البي عنده 3 اوربيتلز، واحد اثنين ثلاثة، اجي اعبيهم الكترون اثنين ثلاثة بهذا الترتيب، بعدين ارجع اعبي 4 5 6 وأكثر وأكثر مع البقية، راح نشرحهم إن شاء الله. تمام. هذه التقسيم، أكبر شيء الأرقام اللي هي الدوائر اللي هم energy levels، بعدين يجي تحتها sub levels أو sub shells، خلاص sub levels أو sub shells اللي هم المستويات الفرعية، ويجي بعدهم أصغر شيء اللي هو orbitals اللي داخلهم. تمام. يقول the larger the value of n. Okay. The higher the energy level and the farther away from nucleus the electrons are. إيش أقصد؟ هذه النواة، العدد حق الـ N ارتفع، خلاص بدأت تكثر الـ energy level، بدأ الإلكترونات تبعد عن النواة. خلاص هذا المقصود من الجزئية هذه. يقول لك عدد الفروق المستويات الفرعية، خلاص in a principal energy level is equal to n. يقصد نقول لك ال energy level واحد، خلاص يقول لك عنده sub level واحد، two عنده two sub levels، يعني الأول عنده s زي ما قلنا، الثاني عنده s b عنده اثنين، الثالث عنده s b d، خلاص الرابع عنده s b d f وهكذا. هنا في قانون يحفظ. تمام. مهما أعطاني الرقم حق N أجي أعوض فيه أطلع عدد الإلكترونات على طول. خلاص فقال لي الـ N واحد، خلاص واحد أس اثنين بواحد ضرب اثنين، اثنين إلكترون. نفس الشغلة اثنين أس اثنين، هنا أربعة، أربعة ضرب اثنين ثمانية، هنا ثلاثة، ثلاثة أس اثنين تسعة، تسعة ضرب اثنين ثمنتاش. خلاص احفظوا، ترى حرام صدق تروح عليكم درجات عليه. تمام. طيب السب ليفلز، خلاص هم a set of energy equal orbitals within a principal energy level. يقول لك هم يحتوون الاوربيتلز في نفس الوقت هم تحت الانرجي ليفل، هذا الانرجي ليفل، هذه الاوربيتلز، هم بالنص، هم بالنص، هم داخل الانرجي ليفل وهم ماسكين الاوربيتلز. تمام. هذا هو التعريف. اذا شفت التعريف هذا اعرف انه سب ليفل على طول، يحفظ. تمام. السب شيلز او السب ليفلز انكريز ان انرجي بهذا الاتجاه، خلاص. تمام. الاس اصغر شيء، بي اكبر منها، دي اكبر، واف اكبر وحده، اف اكبر وحده. الاس
تقدر تاخذ 2 الكترون، البي تقدر تاخذ 6، الدي تاخذ 10، الاف تاخذ 14. تمام. Electrons in 3D subshell have more energy than electrons in 3P. دامنهم في نفس الليفل انرجي ما علينا، نقدر نطالع بالدي بي. ها هذه علاقة من أكبر الدي أكيد. تمام. نفس العلاقة هنا من أكبر اف، هنا من أكبر بي. تمام. حلو. Specify both the principal energy level and subshell when describing the location of an electron. إذا أنا بحدد خلاص موقع إلكترون معين في هذه، لازم أحدد الـ energy level هل هو 1 ولا 5، وأحدد الـ subshell حقه هل هو S ولا D ولا F ولا P أيا كان، خلاص عشان إيش أعرف مكان الإلكترون بالضبط وين. طيب زي ما قلنا الـ energy level هذه هي، والـ subshell S SP SPD SPDF تبعا للليفل انرجي انرجي ليفل. اوكي الاوربيتلز اللي تكلمنا عنها قبل، الاتوميك اوربيتال، اي سبيسيفيك ريجن اوف اي سب ليفل كونتيننج اي ماكسيمم كحد اقصى 2 الكترونز. خلاص المربع الواحد ياخذ لي 2 الكترونز كحد اقصى. خلاص اوربيتلز ار نيمد باي ذير سب ليفل اند برينسيبل انرجي ليفل. خلاص الاوربيتال الاول 1s، ال1 ايش هو الليفل انرجي، الاس هو سب ليفل، هذا هو اوربيتال واحد داخله 2 الكترون. تمام اللي هم كذا، معلش كذا هذا هو. تمام. طيب هنا بعض المعلومه الزياده تمام بسيطه، يقول لك اتش تايب اوف اوربيتال هاز اي كاركترستيك شيب، عنده شيب لنفس السب ليفل هذا. فاس سيفيركلي سيمتريك، البي هاز شيب اوف لايك دمبل. اوكي نجي تحت، هذا هو الاس بشكل دائري فقط. تمام ما راح يجيب لك، يمكن يجيب لك الشكل ولكن غالبا راح يقول لك ان اس بيعطيك بالخيارات من خيارات سيفيركل سيمتريكل. خلاص فتحفظها. البي خلاص دمبل، خلاص بشكل تجيك زي كذا، دائرة ودائرة وعليها الاكس والواي، دائرة ودائرة عليها الاكس والواي، ولا دائرة ودائرة عليها الاكس والواي زي كذا. خلاص اهم شيء تعرف ان الاس سيفيركل سيمتريكال، نفس الكلام للبي هنا. طيب كلام قاعد يتكرر ان السبشل اس بي دي اف عندهم اوربيتال، هذا اس عنده اوربيتال واحد، قلنا الاوربيتال الواحد كم ياخذ الكترون، اوربيتال واحد صندوق ياخذ 2. احنا نعرف ان الاس عدده الاقصى 2، نعرف ان البي عدده الاقصى 6، نعرف ان الدي 10 والاف 14. خلاص بس اذا جينا بنحطهم في اوربيتالز، لا هنا واحد ياخذ لي الالكترونين كلهم، فالاس عنده واحد، البي عنده 3، كل واحد في 2، خلاص 3 صناديق فيهم الكترونين، فثلاثة ضرب 2 اعطاني الستة هذه. نفس الكلام هنا، 5 ضرب 2 10، لان كل صندوق فيه 2، 7 كل صندوق فيه 2 14، 7 صناديق كل صندوق فيه الكترونين 14. طيب نجي المثال هذا، how many electrons can be in the 4D subshell. خلاص ما هي من النافور، ويقصد هنا البي الدي نفسها كم فيها الكترون. انتبهوا السؤال يقول لي الكترون، دام انه قال لي الكترون خلاص الكترون فيها 10 زي ما شفتوا هنا. اذا قال لي اوربيتال لا، اذا قال لي اوربيتال خلاص اقول لك 5، اما قال لي الكترون اقول له 10. فرقوا بينها، فرقوا بينها، لا يجي الواحد يستعجل ويقول يعطيك الإجابة حقت الإلكترون وينسى إنه يرجع ويقرأ زين ويركز إيش مكتوب هنا. هل هو يقصد إلكترونز؟ خلاص دي 10. إذا قصد الأوربيتالز خلاص دي 5. تمام؟ ترى الموضوع سهل جدا، دام إنكم حافظين إن S فيه 2 إلكترون وإن الـ P فيه 6 وإن الـ D فيه 10،
وان الاف معلش الاف فيها 14 خلاص بشكل مباشر تحطون الصندوق. الصندوق كان فيه الكترونين، كان فيه الكترون اثنين خلاص هذا عنده صندوق واحد، الصندوق ياخذ اثنين الكترون تمام، هذا له ستة اقسمهم على اثنين ثلاث ثلاثة تمام، العشرة كل صندوق ياخذ اثنين اقسمهم على اثنين خمسة، الاربعة عشر كل صندوق ياخذ اثنين سبعة تمام. الدعوة جدا بسيطة، لا تخلونها لا تكبرونها خلاص، بسطوها قد ما تقدرون دايم في كل شيء، بسطوا الحاجة اللي أبسط شيء عندكم، الدنيا سهلة والله العظيم، بس بسطوها والله تجي سهلة، بسطوها قدر ما تقدرون. استصعب عليكم شيء تعالوا عندي، ما راح أقصر معكم إن شاء الله، بس أتمنى أن الشرح كافي بإذن الله. هنا برضو تفاصيل زيادة، يقصد أنك زي ما قلنا فوق خلاص السبشل أو الليفل انرجي واحد، السبشل حقه اس كم عنده اوربيتال ها واحد، نجي هنا زي ما قلنا الليفل انرجي خلاص واحد، الاس سبشل الاوربيت كم عنده اوربيتال واحد، كم عنده الكترون اثنين تمام، ايش المجموع هنا اثنين خلاص. نفس الكلام هنا الاس عنده اوربيتال واحد اثنين الكترون، البي عندها ثلاثة اوربيتال ستة، نجمع اثنين ستة عشان ناخذ التوتال كامل خلاص ثمانية. نفس الكلام هنا اللهم الدي عندها خمسة أوربيتال يعني عشرة إلكترونز، 18 نفس الكلام هنا 32. وبس هذا البارت الأول، إن شاء الله إنه كان واضح يا رب، تراه سهل والله سهل، أخذته بالثانوي وبتفاصيل أكثر، إن شاء الله إنه كان سهل. بستكمل معكم بالبارت الثاني إن شاء الله. هذا حسابي بتويتر، هذا حسابي بالتليجرام، تواصلوا في أي وقت بغيتوا في أي سؤال، مهما كان السؤال صعب مهما كان سهل مهما حسيتوا أنه تافه، ترى يصنع فرق، يصنع فرق مو عندي أنا، يصنع عندكم أنتم، لأنكم إذا فهمتوا ما راح تندمون بعدين أنكم ليش ما سألنا وليش وليش. فأسألوا في أي وقت لا تترددون، إن شاء الله ما راح أقصر معكم، في أمان الله.